أيها الحفل الكريم في كل مكان وعلى الهواء مباشرة تتواصل منافسات أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. انطلق مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم هذا الشوط، وهو الشوط الحادي عشر من أشواط هذه الفترة الصباحية، وهذا الشوط خاص بفئة اللقاية البكار. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول بديعة لجابر بن حمد بن حسين بن جرحب المري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. أذكر السادة المشاركين بأن جائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة رصدت لصاحبة المركز الأول، وهي جائزة عينية قيمة عبارة عن سيارة نيسان بترول بيك أب. ننتقل إلى المركز الثاني اللي انتقلت بدورها إلى المركز الأول بديعة لفهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين المحترف، يقدم لنا بديعة في هذا الشوط وتتقدم إلى المركز الأول. المركز الثاني بديعة أيضا لجابر بن حمد بن حسين بن جرحب. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث وتتقدم بدورها حفلة لعبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي، والدخول وتسلل عليها وأيضا تقدم من قبل مهمة لسعيد بن خلفان بن سعيد العبد السلام على المركز الثالث، ولكن دخول اللي في المركز الرابع وانتقلت بدورها إلى المركز الخامس إلى المركز الثالث مباشرة. العابر تتسلل إلى المركز الثالث لمحمد بن سيف محمد بن زيتون المهيري، انتقلت بدورها إلى المركز الثالث. المركز الرابع هنا مهمة لسعيد بن خلفان بن سعيد العبد السلام. المركز الخامس وصول وتقدم مشاهدينا من الذيبة لحمد بن محمد بن الذيبة لحمد بن محمد الحسناء المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ونعود إلى بديعة والمحترف يتابعها في هذا الشوط على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. يا سلام، إذن هذه بديعة مشاهدينا لفهد بن سيف آل أبو سعيد الخيارين، يقدم لنا بديعة في هذا الشوط المكتظ بالأعداد، فاقت 93 مشاركة. نتمنى لهم جميعا التوفيق. هذا الشوط يشارك وجحافل المشاركين وشعاراتهم في هذا الشوط. المركز الثاني اللي تحمل رقم 69 تتقدم هنا العابر من تريد العبور بالنقطة الثالثة في صباح هذا اليوم مع المجازف إلى أبناء منازل إلى أبناء منازل في الإمارات العربية المتحدة. هذه العابر لمحمد بن سيف بن محمد بن زيتون المهيري، من حضر شعاره في الشوط الأول الرئيسي الصباحي في هذا اليوم. المركز الثاني من الجانب الآخر اللي تتقدم وتتسلل الذيبة على المركز الأول في هذه اللحظات، انتقلت انتقال ممتاز إلى المركز الأول، وشعار حمد بن محمد بن حمد آل حسناء المري غيرت إلى المركز الأول. المركز الثاني وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل سرابة لخليفة بن علي بن خليفة الرميثي، وصلت في المركز الثاني برقمها 74. المركز الثالث وصول من محبوبة حمد بن عتيق بن شامس العامري على المركز الثالث. المركز الرابع العابر لمحمد بن سيف محمد بن زيتون المهيري. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن تتقدم في أول نداء من المركز الخامس مباشرة إلى المركز الرابع. هنا غزلان عامر بن راشد بن سعيد البريس، انتقلت من المركز الخامس إلى المركز الرابع مباشرة. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، وقطار من الشعارات يحضر في هذا الشوط. تتقدم في هذه اللحظات وتتحرك سرابة خليفة بن علي بن خليفة الرميثي على المركز الأول وتقود المنطلقات في هذا الشوط. المركز الثاني تصل وتتقدم فيه محبوبة لحمد بن عتيق بن شامس العامري على المركز الثاني، شعار بن شامس. المركز الثالث من الجانب الآخر مشاهدينا الأعزاء الذيبة 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 تعود ملكيتها لحمد بن محمد بن حمد آل حسناء وغزلان، تتقدم عامر بن راشد بن سعيد آل بريس.
المركز الخامس تصل في هذه اللحظات واختراق من العمق مشاهدينا الاعزاء من خلال تقدم العمله لسالم بن حمد بن علي البطيء، انتقلت مباشره من المركز الخامس الى المركز الاول، ونقترب من الامتار الاخيره، نقترب من الكيلومتر الاخير. العمله في هذا الشوط الصعب، هل ستكون عمله صعبه في هذا الشوط؟ هذا ما يتمناه البطين في هذا الشوط. المركز الثاني اللي وصلت حامله الرقم 90 تحدي لاحمد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، وعلى المركز الثالث تصل وتتقدم ايها الاعزاء في هذه اللحظات حملوله عبد الواحد بن خزع بن عتة العامري. الكيلومتر الاخير يا بن خزع ويا المشاركين، العابر عبرت العابر الى المركز الثالث وتريد المركز الاول. ابناء منازف وابناء عجايب في منافسه حاميه الوطيس وابناء السلطنه اليوم، يا سلام، ابناء السعوديه والامارات وسلطنه عمان في تحدي صباحي جميل. ايضا وصول وتقدم من رفيف عبد الله بن سالم بن صالح الجربوعي، وصلت رفيف في اول نداء، ولكن العمله على مقدمه الشوط عمله سالم بن حمد البطين، يا سلام، انطلقت عمله، انطلقت بسياره الشوط وبناموسه يا بو، عملت العمايل في شوط الهوايل. العملة مشاهدينا الأعزاء تتقدم المنطلقات وتذهب بالسلام وتختطف سيارة الشوط النيسان بترول البيك أب، يذهب مع العملة، وصول خطير مشاهدينا الأعزاء، مراسيل سالم بن راشد بن خليفة المهيري، ولكن العملة 300 متر الأخيرة والعابر والعملة ومراسيل العملة واللحظات الأخيرة. أبناء عجائب، أبناء المملكة العربية السعودية معنا الشوط مع العملة وشعار البطين مشاهدينا الأعزاء، يحقق الناموس المستحق فوق 90 في الشوط، ولكن العملة هي نجمة هذا الشوط، هي سيدة هذا الشوط. وسلام يا العملة، سلام سلام يا عجايب، سلام، تهانينا والناموس لسالم بن حمد البطين على فوز العملة واختطافها لسيارة الشوط. المركز الثاني مراسيل لسالم بن راشد بن خليفة المهيري، المركز الثالث العابر لمحمد بن سيف محمد بن زيتون المهيري، المركز الرابع كان الوصول فيه من رفيف عبد الله بن سالم بن صالح الجربوعي، المركز الخامس صوغه لسلطان بن محمد بن سيف المنصوري. تهانينا والناموس لكل الفائزين في صباح هذا اليوم، والتهاني لمالك العمله سالم بن حمد البطين. 7 دقائق 40 ثانية، 67 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لسالم بن حمد البطين على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت فيه مراسيل، 7 دقائق 41 ثانية، 55 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك مراسيل سالم بن راشد بن خليفة المهيري. المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز العابر، 7 دقائق 41 ثانية، 65 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك العابر محمد بن سيف محمد بن زيتون المهيري، تهانينا.